سؤال الأول يا شيخ. بالنسبة لجلسة الاستراحة الصلاة المفروضة أحيانا الإمام ما بيجلس مثلا جلسة استراحة بين الركعات، أنا أقوم بالجلسة، طيب هل علي فيها شيء ولا ليس عليك شيء؟ جلسة الاستراحة سنة منازع فيها أيضا. هل نعم النبي فعلها، لكن هل فعلها لكبر السن؟ كان لا يستطيع أن يقوم مرة واحدة، إنما يجلس جلسة ويرتاح بعدها يقوم. هل فعلها لعلة؟ لأن الراوي مالك بن الحويرث رواه عن النبي في آخر عمر النبي، أما أنها من أفعال الصلاة ففيها القولان، فلا تحزن غير ذلك.